هذولي اللي كل واحد منهم طلع دفع 300 ريال لصالح الايتام. بطاقات اهداء مستمره معكم، اعطونا يا كنترول من اللي اهدى. يلا شوف على الشاشه ونسمع تحيه لفريق المبدل يستاهلون النورة العميري. فريق المبدل واهداء من نورة. وش بيقول حسين وابو عبد الله وفيصل لهم؟ نعم حسين، اقول يا نورة اجعل ربي يقبل ويقبل ما اعطيتي ويقبل اللي اهدونا واهدوا اخويانا هنا. انت لا ترانا في هذه اللحظه بمجرد الصدفه او التسليه، هذه لحظات الله سبحانه وتعالى ارسل لك بها رساله لكي تبادر لمن يستفيدون بهذا الوقف. الرسول عليه الصلاه والسلام نذكر دائما وابدا انه قال انا وكاف لليتيم كهاتين في الجنه. لا تحب ان يلقاك رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تطول لا تطول يا اخوي اصبر خليني اكمل. عادي عادي جل من لا يخطئ. الا تحب ان يلقاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم يناديك باسمك لانك اصبحت معه كهاتين عندما كفلت. اللهم صل على رسول الله. لا تضيع هالفرصه عليك وبادر معنا لمن ينتظرون عطائك ايها الثمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا حسين. شكرا شكرا. يعطيك العافيه. حي والله العظيم. طيب طيب لو سمحت لو سمحت لو سمحت. طيب لو سمحت عندي اهداء العضو حسين. سم ايش في حسين؟ حسين عندي بيت الحسين. اسلم. ما يشل المتربات الا جملنا واسمه السمحاني. سمحان ثروته في الشهر تغني الفقري 100 سنه. سنه. حي الله العظيم. سال. حي عالي. قبل. ايه ابطلع اعطيهم بعد اهداهم. عطهم. اسمع. كفو. حنا المبدل واسمعوا يا ريجي جيل ابطال ما نرضى باية هزيمة. هزيمة. وبعض العرب راحت حياته بهذيل. والله ما يحصل ذا الليل ولا غنيمة. غنيمة. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا سلمان ملهي سريع. سلمان تبقون صغار يا المبدل يا صغار. يا سلام يا ولد. ارفع لومك يا ولد. ارفع لومك يا ولد. لا لا عشان ولد ارفع لومك. دقيقه خليك دقيقه. طيب ممكن لا نربط الوقفه. وقفه هذه المنافسه غير شريفه. دقيقه ارجع ارجع. لا نجرح الاشخاص. احنا في حضرتك بعدنا. لا 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 نربط التهجم. طيب لسه نكمل الشطر الثاني. كمل. لا تستعجلون. لا يغير يغير. لا لا ما راح اغير. لا تستعجلون. اسمع انت لا تستعجلون. خليك كمل. سبحان الله. ابو عبد الله صغار في المنافسه. لا دقيقه بكمل انا. شباب ممكن تخلوني اكمل؟ ممكن ابو عبد الله انا اعلن. لا خلاص اسمع انا ما كملت صح؟ كملت انا؟ سريع يلا. انا اعطيتك الحين نبذة عن اساءة الظن. غير الشطر. انتم يا المبدل تبقون صغار. صغار. لكن فعول صغار اعمار، لكن فعولكم الكبيرة كبيرة. رقع يا مرقع. ها روح روح. لكن في سباق الخير ما انتم بحولنا. احنا على الاول. لا دقيقه يا عيال. ها سريع. احنا على الاول بنسبقكم ونقول هيا. الله 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 الله. هناك هناك شعر وهناك شعير. نعم. طيب فيصل حسين. نعم فيصل حسين. طيب التبرعات الان كثيره، بنقرا بعض الاسهم اللي وصلت. جمهورنا تبرعاتكم وايصالاتكم ترسلونها وين؟ على الرقم الجمعي اسفل الشاشه. بعضكم عرفها من الحلقات اللي راحت. الان هنا 10 اسهم، والعشرة أسهم هذه مقدمة لصالح فريق من الجمهور طبعا، ويهدونها لصالح مجموعة من المجموعات. 10 أسهم مع 300 بكم يا شباب؟ 3000 ريال لوقف الرحماء الأيتام تبع جمعية عرو والخيرية. وعشرة أسهم تقدم لصالح مجموعة الأساطير. أساطير. سلام. سالم حزام الجمهور اهداكم يا مجموعه الاساطير. اسلم. 3000 ريال لهذا الوقف العظيم للايتام والارامل ولمن عندهم كربه، يبغون يسعدونكم، يبغون يشوفون هالفرحه وحماسكم بهالفرحه. وش تقول يا سالم حزام؟ انا اقول تبرع. انا اقول اولا جزاهم الله خير الجزاء، وفعلا انت لم تغير التلفاز او اليوتيوب الا لحاجه او لخير ساقه الله لك. مساله انهم يهدوننا هذه الاسهم هي تشجيع منهم لنا
على ان نواصل المسيره في اعلان ودعم الوقف، لكن في النهايه هي تبقى لهم. يا رجل تخيل انك تضمن انك تواجه الله سبحانه وتعالى وتلقى النبي في انك كافل يتيم. الواحد ايضا يعدد افعاله الحسنه، يعدد اعماله الصالحه، هذا هو الرصيد، هذه هي الصكوك الصدق اذا الواحد تذكرها في حياته، خصوصا انه وقف مستمر، وقف مستمر. وانت والله ما ترجو الا وجه الله، والله لا هو برياء ولا هو بسمعه ولا عليك من احد، وانما تتصدق لوجه الله. يا سلام، وش غير هذه السعاده والفلاح؟ شكرا لكم، الله يبيض وجهكم. يا ابو حدام كفو، يا ابو حدام. وبشركم كلكم يا المتسابقين، كلكم هنا والبرامج الثانيه، احنا ندعي في صلواتنا ونقول اللهم اجعلنا مفاتيح للخير. صحيح، انتم والله في هذا البرنامج لا انتم ولا ناصر ولا اخو الا مفاتيح للخير، نحن لنا اجر الدلاله ندل الناس على الخير. الله، نقول هذه الصدقه وهذا الانفاق وهذا البذل، وسجلوا اسماءكم في لوحه الشرف العظمى عند الله تعالى مع المنفقين الباذلين المتصدقين. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب خذوا العلم الان، خذوا العلم والكلام الاكيد. كلمتين الجمهور يبغون يهدونكم هديه يا فريق الاساطير، ولا انتم يا فريق المبدل شفت الرائعين والمميزين. نقول ها كلمتين لو ابو عبد الله، لو سمحت عطنا كلمتينك. انا جيت معكم على انكم في عيوني كبار، وشايف سناباتكم كل ابوكم عنده نجمه، يعني احنا في بالنا يا المواطنين العايدين اللي عنده نجمه ذا يحبونه الناس، وعنده قال شيء مليون ادمي يتابعونه. صحيح، كان يفوزون على الرجال بعضهم ما عنده حتى التأثير. التأثير على جمهورنا، التأثير، ولا الغوا النجمات هذه، الغوها الان. التأثير عبد الله، عبد الله جزاك الله خير. صور عادي، ما عندهم نجمات. صور عادي. طيب شباب صلوا على رسول الله. خلونا الان مع فيصل الهدلان تصوير سناب في سنابه بناء عطر ابو عبد الله. اجيك تعال عندي، تعال عطنا جميع الطرق يا ناصر. يلا شكرا ابو عبد الله.